فضيلة الشيخ، هل يتفاوت الكفار بالعذاب في نار جهنم وهل يفتنون في قبورهم؟ الكفار في نار جهنم خالدين مخلدين فيها، ولا شك أنهم يتفاوتون في العذاب، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، أشد العذاب. الله جل وعلا يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يتفاوتون. أهونهم عذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أهونهم عذابا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، موضوع في ضحضاح من النار وفي أخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. نعم.